بس نحن كنا عم نفكر انه يعني نلتقى كلنا سوا كأول اجتماع. ايه خليل، احكوا مع خليل. شو يعني ما فهمت؟ شو يعني احكوا مع خليل؟ ما كان بدي يحكي بهالموضوع على العشاء لأنه الموضوع انفتح هلا فما رح اتهرب. أنا سلمت كل شغلة لخليل. يعني خليل صار المدير، أنا استقلت. لحظة أنا ما فهمت. كيف؟ كيف كيف؟ ليش ماما؟ ليه؟ من أمتى هذا القرار؟ ليه أنا ما معي خبر؟ لأنه أنا ما خططت لهالشيء. يعني أخذت القرار اليوم الصبح. هلأ عم بخبركم. كمان بيع أسهمك الفرد مرة هيك صارت. أنا ماني شايفة قرار غير مسؤول هالقد. طيب أنا لحقت لعند فاروح تبقى خبرنا عن مشاريعك بس تفضى. شو رح تعمل بعدين؟ مش مقرر شيء أكيد، بس هيك حبيت تترك إدارة الشركة فاضي وتفل. أنا ما عم بستوعب، أنا عقلي جمد، ما عم بعرف أفكر، ما عم بعرف شو بدي أقول لك.